يما طلعي تحت. أم أحمد. شيخ بارج مرة يا طالب، من مساعة ناديك؟ نعم من مساعة ناديك. أنا أدري بس أنا قاعد يمك، بس مرة أطلع ريالهم الريايين. هذي أنا الجهاز يما، إحنا نقول لك تم في ظرف بيطلع لك. هذي كوبون أثاث مقدم من مفروشات أحمد شريف. كم شو اسمه يعني كلفت على روحكم؟ والله العظيم. لا يما ما في كلافة. والله العظيم. إنزين يما أبوي، نقول لك تم بيطلع لك ظرف في مبلغ سداد القضية. تستاهلين أكثر يما. يا عمرك يما يسلم. نسخر لك يا ولدي. يما طالعي تحت. لأنش تتحملين التعب وتبذلين جهد في عملك، تستاهلين بعد هالمشوار الطويل أنك ترتاحين.